الليلة نسهر مع أم كلثوم تغنينا دليل احتار، الكلمات أحمد رامي والألحان رياض الصنبطي. نستمع لهذه الأغنية من الحفل الذي أقيم بمسرح حديقة الأزبكية في 2 فبراير عام 1956، وغنت في هذا الحفل 3 وصلات، الوصلة الأولى جددت حبك لي، والوصلة الثانية غنت دليلي احتار أغنية الليلة، وفي الوصلة الثالثة والأخيرة غنت شمس الأصيل. رياض الصنباطي، أحمد رامي، أم كلثوم، دليلي احتار. أيها السادة، مرة ثانية نتحدث إليكم من مسرح حديقة الأزبكية لنتابع إذاعة الحفل الساهر لكوكب الشرق أم كلثوم. بعد قليل سيرفع الستار عن كوكب الشرق وفرقتها الموسيقية المكونة من الأساتذة محمد الأصبكي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، وعبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، وصلاح عبد القادر، وأحمد العريان، وعز الدين حسني، وكريم حلمي على الكمان، محمود الحفناوي وحسان كمال على الشيلو، سيد سالم على الناي، وإبراهيم عفيفي ضابط الإيقاع. غنت أم كلثوم في الفاصل الأول أغنية جددت حبك لي. أما الآن وبعد أن يرفع الستار، ستتاح لنا الفرصة لكي نستمع إلى أغنية حلوة أخرى من أغانيها، أغنية دليل احتار، تأليف أحمد رامي وتلحين رياض الصنباطي. امتلأ مسرح حديقة الأزبكية بجمهور كبير من عشاق أم كلثوم وفنها الرفيع. وتصدر في المقاعد الأمامية بعض من عشاق هذا الفن الذين نلمحهم ونراهم في كل حفل غنائي لأم كلثوم. ألمح منهم الأستاذ الفنان والمؤلف أحمد رامي، وبجواره بعض من ضيوف مصر العرب. إن الجميع يتطلعون الآن إلى المسرح الذي أضيء منذ لحظات إذاناً بقرب رفع الستار. هذه هي دقات المسرح التقليدية تؤذن برفع الستار بعد قليل عن كوكب الشرق. كنت أيها السادة مع كوكب الشرق منذ لحظات انقصار في غرفتها وراء المسرح، حيث تجمع كثير من المعجبين
يتحدثون إليها، وكل منهم يطلب أغنيته المفضلة، أغنيته المحببة التي يود الاستماع إليها. وها هي الصيحات تتصاعد، كل من الحاضرين يطلب أغنية معينة. وتجلس أم كلثوم والابتسامة على وجهها، ثم تشير إلى فرقتها الموسيقية لتبدأ أغنية دليل احتار، وترتفع على كف التصفيق حينما يشعر الحاضرون وحينما يعلمون أن الأغنية هي الأغنية الحبيبة دليل احتار، كلمات رامي وتلحين السنباطي. Thank you.
حبك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي
Thank you.
Thank you.
خلي الفرحة تتكلم. لا أنا مصورة على بعدك لحد عليا ما تسلم، ولا بفرح في يوم قربك وخلي الفرحة تتكلم.
I'm not afraid.
كيفك حلو يا ريتك.
وبين صورتك وبين طيفك وبين صورتك وبين طيفك وبين صورتك وبين طيفك أعيش ولن متغني وبين صورتك وبين طيفك أعيش ولن متغني مش أفضل أفضل كل ما أشوفك أخاف ترجع تغيب عني وأقول إمتى أنا وإنت هنتقابل نتقابل مع وعادت أيها السادة أم كلثوم تظهر على المسرح من جديد عادت فملكت مستمعيها من جديد وأسرتهم جميعا في نطاق من الروعة ومن السحر ومن الجمال كانت تهمس وإذا الكون يهدأ وإذا الآذان تهفو وإذا الأصوات تختفي ولا يبقى غير اللحن اللحن المنساب في رقة وفي دعة وفي هدوء كانت أم كلثوم تنفعل وتعلو نبراتها فيستيقظ الناس جميعا من حلم دافئ جميل يصخبون ويميلون ويهتزون إعجابا ثم تدمى أكفهم من التصفية
هذا أيها السادة هو سحر أم كلثوم، بل هو سر أم كلثوم. إنها تملك بصوتها مشاعر مستمعيها، توجهها كيف شاءت وأن تريد. أيها السادة، بقي لنا فاصل غنائي ثالث وأخير سوف نقدمه لكم من مسرح حديقة الأزبكية الليلة مع أم كلثوم، بعد أن نستمع إلى بعض فقرات البرنامج من دار الإذاعة بالقاهرة.